فيا سيدي الكريم أنا شقول أقول خلي المكون السني ينظر إلى المصلحة العامة ويتفقون كشخصيات أربعة أو خمس شخصيات وهم قياديين وفيهم الزعامات يتوصلوا إلى الحقيقة الواقعة في داخل مكونهم أن هناك مشكلة ويخرجون هذه المشكلة بأن يختارون شخصية وشخصيتين ويقولون نحن يعني الآن تخلي مسؤولية القوى السياسية الشيعية أي نعم نعم هم شو يقولون إذا يقولون نيابة إحنا انتخبنا وخلاص إحنا مفوضينكم في الأمر أيها الشيعة بس مرة خصدك دكتور ثبت لي ثلاث خطوط إحنا مفوضينكم يا إطار تنسيقي لا سيدي لا 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 شنو مهيجي شنو مهيجي لا لا شنو مهيجي هسا خلص ثبت ثلاث خطوط يا شيعة يا مكون شيعي يا طار تنسيقي احنا مفوضينكم بالاختيار انت مو تخلين باكر اختار اني وباكر تطلع لي في جبهه من الجبهات انتم اخذتوا حقوقنا وانتم تدخلتوا بشيء ما يعنيكم وانتم مالكم علاقه هذا واحنا مكون واحد وتتلف مع الاكراد تتلف مع غير جهه على اساس انا تطلع لي انا الظالم وانا سالب حقك لا سيد الكريم مشكله داخليه حلها انت قدم لي اياها